حقل ألغام، هذا ما خلفه تنظيم داعش الإرهابي عند خروجه من الموصل نظرا لكمية المتفجرات التي زرعت في أزقة المدينة وأبنيتها وشوارعها، بالإضافة للذخائر التي أسقطتها الطائرات من الجو، والتي تزن الواحدة منها 500 رطل، وهي تخترق الأرض لمسافة 15 مترا أو أكثر، وإن مجرد إخراج الواحدة منها يستغرق أياما وأحيانا أسابيع. وعلى الرغم من عمليات إزالتها ورفعها وإبطالها من قبل الجهد الهندسي بقيادة عمليات نينوى، إلا أن أهالي الجانب الأيمن في الموصل ما زالوا يطالبون الحكومة العراقية بتكثيف جهودها ليتمكنوا من العودة والعيش في ديارهم مجددا بأمان. أحد ضباط الهندسة العسكرية بقيادة عمليات نينوى وصف عملهم بالدقيق جدا، حيث أنه يحتاج إلى تركيز وخبرة عالية، لأن التنظيم الإرهابي استخدم طرائق قذرة لزرع العبوات وتفخيخ المنازل والطرق. عمل بهذا الصنف هو عمل دقيق جدا، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى خبرة عالية طبعا، لأنه أساليب داعش بزرع العبوات، بتفخيخ المنازل، بتفخيخ الطرق، يعني أساليب كلش قذرة تستخدمه أنواع مختلفة. إحنا دنقوم بمعالجتها، بإزالة هاي العبوات. أما المواطنون فطالبوا حكومة نينوى المحلية بتكثيف جهودها لإزالة أنقاض الجانب الأيمن والتي تحتوي تحتها آلاف المتفجرات، وهي بالتالي مصدر تهديد للأهالي الذي يرمون العودة. طالب الحكومة يعني إزالة الأنقاض من جانب الأيمن، لأن جانب الأيمن شلون الرجعة له صعبة، فالعالم تريد ترجع، يعني صعبة ترجع من وراء المخلفات داعش الإرهابي، فشلون نقول يعني العالم تريد ترجع، فترجع طمش كل أنقاض وشغلات، فشلون ترجع يعني إعادة، يعني شلون نقول إزالة الأنقاض من الشوارع، فتح الطرق. فنطالب من الحكومة المحلية أن يشوفون صورة حل للعبوات اللي بكثرة موجودة بجانب الأيمن، لأنه جاد يروح بها ضحايا، ما يلحقون، عبوات كثيرة، مخلفات كثيرة، فما يلحقون، فنطالب أن ينزلون هالعبوات هذا من المواطنين. وبحسب خبراء، فإن مسلحي التنظيم الإرهابي خلفوا عبوات ناسفة تنفجر عندما تطأها القدم، وأخرى تنفجر عندما يحاول شخص رفعها من على الأرض، بينما ينفجر بعضها بجذب خيط لا تلحظه العين، وأحيانا بالأشعة تحت الحمراء. وأضافوا إن تدمير الموصل خلف ما يقدر بأحد عشر مليون طن من الحطام، وإن من المعتقد أن ثلثي المواد المتفجرة مدفون تحته، وإن القنابل غير المنفجرة ستظل منتشرة في المدينة عقدا من الزمن، مما يعرض للخطر مليون مدني أو أكثر يريدون العودة إليها. وتشير التقارير إلى أن تطهير غرب الموصل سيستغرق أكثر من عقد من الزمن، ولن تسمح كثافة المواد المتفجرة وتعقيدها بإتمام عملية التطهير هذه في غضون شهور أو حتى سنوات. غادر تنظيم داعش الإرهابي الموصل، ولكن مهمته الدامية ما زالت مستمرة، وقنابله ما انفكت تقتل الأهالي يوما إثر آخر، ويمكن لأي إنسان رؤية قذائف الهاون والقنابل اليدوية التي لم تنفجر منتشرة في أرجاء المدينة.